وده فنان في فن التصوير والرسم واشهر اعماله لوحه الموناليزا، وكمان الفنان مايكل انجلو في فن النحت، ومن اشهر اعماله تمثال موسى. اما بقى تاني مدرسه هنتكلم عنها هي المدرسه الرومانسيه، ودي بدات في اواخر القرن ال 18، وزي ما هو باين كده من اسمها ان كلها بتعتمد على العاطفه والخيال والالهام اكتر من المنطق، وعلشان كده هي بتعبر عن الاحاسيس والمشاعر. والفنانين الرومانسيين اشتهروا برسم المناظر الطبيعيه المؤثره، وفنانين الرومانسيه بيؤمنوا بمبدا جميل جدا انه الحقيقه والجمال في العقل مش في العين. اما المدرسه الواقعيه فاصحابها مهتمين جدا برسم اشكال الواقع، والفنان فيها يركز على جوانب مهمه في لوحاته بهدف انه يوصل للجمهور فكره معينه. رسام المدرسه الواقعيه صور الحياه اليوميه بصدق وامانه وموضوعيه، والفنان كوربي من اهم اعلام المدرسه الواقعيه. وفي مدارس تاني زي المدرسه التعبيريه والوحشيه والتاثيريه والتكعيبيه والتجريديه والسرياليه والمستقبليه، للاسف مش هنعرف نتكلم عنها، يمكن نقدر نعمل كده في المرات الجايه ان شاء الله. بيكم مرة تانية مستمعي راديو فدا، ومنتظرين أراكم، والفقرة اللي جاية أحوال شخصية.